السيسي الثاني وهو بيتمنى على المعبودات وعلاقة الموضوع دوت بالمناخ والتغير المناخي والتغيير الطقسي ومؤتمر المناخ. بيقول إيه في النص؟ بيتمنى على المعبودات إن طريق والجو في الرحلة بتاعة ماعد حرن في رورع اللي هي اسمها الأصلي شاويش كانو اللي هي الأميرة الحيثية جاية من الدولة الحيثية، بتتكلمي على سوريا شمال سوريا كده جنوب الأناضول كده جنوب تركيا كده شمال سوريا، دي كانت المملكة الكبيرة بتاعت الحيثيين كويس وقتها يعني. فهو عايز الرحلة، ما بين رحلة طويلة ورحلة قاسية مش سهلة، فعلشان تعمل الرحلة لمصر عشان تجيله خطيبته بقى اللي هيتجوزها، فهو بيتمنى على المعبودات ان الجو يبقى حلو. بصي بقى ازاي الجمال، فالنص بيقول ايه؟ لا تتمنوا، هو رمسيس الثاني بيكلم المعبودات بيتمنى بيدعي، فبيقول ايه؟ لا تتمنوا مطرا، يبقى المثل القديم عرف المطر. وده مهم ليه؟ لان في ناس على الانترنت كاتبه ليه المصريين تملي في المعابد والمقابر بيبقوا من غير لبس كتير، الرسومات بتاعه المصر القديم بيبقى لابس النقبة أو الجونيلا الزغنونة دي ومش لابس فوق حاجة. ليه تملي هو في الصيف يعني؟ يعني هو الناس كانت بتتساءل. ده فعلا سؤال دايما بيتبادر إلى الذهن، يعني هل هم كانوا بيلبسوا كده صيف شتاء؟ يعني هم كانت صحتهم حلوة جدا للدرجة دي يعني؟ هو ناس مش منطقي إن واحد يبقى درجة الحرارة مثلا 7 ولا 6 ودرجة مئوية وتغيرات مناخية، فكانت زمان مصر الجو جميل يعني. صغيرة صغيرة كمان يعني مش ينفعش يعني. فالحقيقة وطبعا احنا شفنا بقى ردود لذيذة قوي على النت كالعادة يعني. فأنا بقول لكل مستمعينا يعني هذا الموضوع يا جماعة يعني خالي تماما من الصحة اللي انتوا بتقروه دوت، إن هو كان لابس في طول الوقت، لا طبعا هو لابس شتوي ولابس تقيل. وحديكوا على مثال حي للموضوع ده. أيوة. في البر الغربي من الأقصر في حتة أثرية مهمة جدا مش بعيدة عن وادي الملوك اسمها قرنة مرعي. قرنة مرعي دي قرية مشهورة جدا في البر الغربي من الأقصر، مشهورة بالآثار، وعلى فكرة القرية دي مشهورة عالميا بالآثار. فيها مقبرة اسمها، علشان الناس اللي هترجع للمقبرة أو هتزورها هناك أو هتحاول تزورها أو رقم 277. المقبرة دي بتاعت واحد اسمه إيمن أم إينت. تاني، إيمن أم إينت، هو إيمن أمون دلوقتي المنتمي للوالي. الرجل ده كان كاهن في معبد شهير، معبد لمعبودات اسمها بيتح سكر، وده كان معبد بتاع الملك من حتب الثالث، ده اللي هو يبقى أبو أخناتون ويبقى جد توت عنخ إيمن. فالرجل الكاهن ده إيمن أم إينت عنده مقبرة تحفة وبيها مناظر ملونة، ومن ضمن المناظر دي مناظر ناس مصريين لابسين تقيل وشتوي وبالألوان. هتشوفوا لبس شتوي بالألوان وتقيل مغطي فوق ومغطي كل يعني زي الفل وبالألوان الواضحة جدا. فده إجابة مني على موضوع هل لبسوا شتوي؟ طبعا لبسوا شتوي. نرجع مرجوعا للرمسيس الثاني بسرعة ونقول لا تتمنوا، هو بقى بيدعي بيقول لا تتمنوا مطرا. يبقى هنا في نص عندي مصر قديم للرمسيس الثاني بيقول إن المصر القديم عرف المطر وثلجا. هنا مفاجأة العمر لكل اللي بيستمعونا وربما أيضا لبعض المتخصصين، إن هي الرمسيس الثاني عرف التلج. الكلام ده 1200 قبل الميلاد يا فندم، يعني 3200 سنة مضت. رمسيس الثاني كتب لنا انه تعرف على حاجة اسمها التلج، وبالمناسبة الثلج بالهيروغليفية كان ينطق سرق، سين مكسورة راء قاف، سرق ثلج تلج ثلج، احنا نسميها ثلج في الشارع المصري عشان احنا للأسف ما نستخدمش الثاء كثيرا يعني. لا تتمنوا مطرا وثلجا ولا ترسلوها، ما ترسلوش الحاجات دي. هو بيتمنى من المعبودات ما يرسلوش لا مطر ولا ثلج على راس مين؟ على راس حبيبته اللي جايه بقى يتجوزها دي. وذلك حتى تصل الي الرائعه الجميله، هو بيتكلم هنا على ماعد حرن في رورع الرائعه الجميله خطيبته اللي جايه بقى يتجوزها، والتي
اخترتموها لي، يعني انتوا اخترتموني كده. وفعلا الاميره وصلت في العام 34 من حكم الملك، الملك ده حكم رمسيس الثاني حكم 67 سنه، الشهر الثالث من الشتاء يعني قرابه ديسمبر او يناير دلوقتي في سنه 1246 1245 قبل الميلاد في الحدود دي، يعني وصلت في الشتاء، الشتاء اللي هو ديسمبر يناير، ديسمبر او يناير. حدثنا عن التغيرات المناخيه وعن المصري القديم عرف المطر والثلج والتغيرات في الجو في الفتره اللي هي 1200 قبل الميلاد. وفي الاخر هسيبكم بجمله كالعاده مفاجاه. المصري رسم قمر نصه مظلم ونصه في نور. ده زي الكسوف يعني. فدي مفاجأة كبيرة. وكانت مرسومة في الهيروغليفيات، وتعرفت عليها من كتاب الأستاذ الدكتور عبد الحليم نور الدين، واحد من أقوى، رحمة الله عليه، واحد من أقوى الذين تكلموا الهيروغليفية في العالم. أنا بشكركم وبقول لكم يا جماعة، قمة المناخ للناس اللي هتحضرها، انقلوا هذه المعلومات للأجانب علشان يعرفوا إن جدك وجدتك تعرفوا على هذه الظواهر ورصدوها.